أكد رئيس جمعية بيروت بخير الوزير السابق محمد شقير خلال زيارة تفقدية إلى مركز الدفاع المدني فرع بيروت الإقليمي في الكولا أن الدفاع المدني اسم راسخ في وجدان وضمير كل لبناني، لأنه حاجة وطنية ماسة، ولأنه استمر في القيام بواجباته الوطنية على أكمل وجه على الرغم من الظلم الذي لاحقه طوال مسيرته. رغم أنه كل شيء تغييرات عم بتصير بالعالم، تغيير المناخ لازم انتم تكونوا أولوية، بس ما حدا عم بيتطلع فيكم، وإن شاء الله منضلنا حاطين إيدنا بيدكم. بيروت بخير، لأنه إذا بيروت بخير كل لبنان بخير، والحمد لله لو ما الخير بعده بقلوب كل واحد فينا كان البلد وضعه أصعب بكتير بكتير من هيك. من جهته أشاد محافظ بيروت القاضي مروان عبود بالأعمال الإنسانية والوطنية التي يقوم بها الدفاع المدني، داعيا الجميع للوقوف إلى جانبه ودعمه. الأزمة اللي عم بيعانيها الوطن أزمة كتير كبيرة، ما سبق بتاريخه أنه شاهد مثلها. كل هذه هالمشاكل كان يمكن أنه يكون الوضع أسوأ، ولكن الحمد لله اللي كنا متوقعينه ما صار. تعرفوا ليش ما صار؟ لأنه الدنيا بخير. يذكر أن جمعية بيروت بخير التي يرأسها شقير تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لآليات الدفاع المدني في المركز.